بنتكلم عن حزب الوفد اللي بيخوض معركة حقيقي قوية في كل دوائر محافظات المرحلة الثانية، علشان كده كان لازم نحن نتعرف أكتر وعن قرب أكتر على برامج مرشحي حزب الوفد. اسمحوا لي نحن يعني نبدأ سريعا، مشرفتنا ومنورنا النهاردة في مفتاح الحياة 4 من مرشحي الحزب عن محافظة القاهرة، يعني بنتكلم عن المرحلة الثانية من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق. برحب ضيوفي الكرام، أستاذ سيد عيد مرشح الوفد عن حدائق القبة، أهلا وسهلا أستاذ سيد، وكمان المستشار عيد هيكل مرشح الوفد عن دايرة المرج، أهلا بيك، والأستاذ وليد عبد العليم مرشح الوفد عن دايرة عين شمس، أهلا وسهلا بحضرتك، وأستاذ سحر عثمان مرشح الوفد عن دايرة مدينة نصر، اهلا بك يا سيدي. اسمحوا لي ان انا ابدا سريعا من حضرتك استاذ سيد بطاقه تعارف. سيد محمد عيد، شهرتي سيد عيد، مقيم في حدائق القبه، مرشح الوفد رقم 2 رمز العلم، موجود في الحدائق ومن ابناء الحدائق ومن من 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 اهل الحدائق نفسهم، يعني من الويل الكبير، يعتبر منطقه الويل الكبير تعتبر هي عاصمه حدائق القبه، يعني المهنة تاجر سيارات. تمام، اتشرف بحضرتك يا سياده المستشار عيد هيكل مرشح الوفد عن دايره المرج. عيد عبد الله هيكل، والشهرة عيد هيكل، محامي بالنقط والدستوريه والاداريه العليا، ابن من ابناء بركه الحج داخل حي المرج، ومرشح حزب الوفد بدائرة المرج، وأحمل رقم 1 رمز النخلة، خبرة 37 سنة في العمل السياسي والاجتماعي، 5 دورات انتخاب مجلس الشعب، خدت 3 مرات إعادة مع الدكتور حمد السيد في دائرة مساحتها 128 كيلومتر مربع، كان من ضمنها المرج والسلام والنهضة والنزهة وكسب وألماظة، قسمت إلى 3 دوائر اليوم، منها دائرة المرج 3 مقاعد والنهضة والسلام 3 مقاعد والنزهة وكستيم ومصر الجديدة مقعدين. تمام، أستاذ وليد عبد العليم مرشح الوفد عن دائرة عين شمس. أنا الاسم وليد أحمد عبد العليم، أنا من أبناء عين شمس ورئيس مجلس إدارة مجموعة المشرق للاستثمار والصناعة، هي مجموعة بتعمل في مجال مراكز صيانة السيارات ومجال توزيع المواد الغذائية. أنا الحقيقة كان بداية العمل السياسي بالنسبة لي بعد ثورة يناير وخط انتخابات 2011 عن منطقة شرق القاهرة، كانت عين شمس والمطرية والسلام والمرج وعزب النخل، وكانت أول تجربة، والحقيقة قدرت يعني أتحصل على مجموعة أصوات في حدود 12,000 صوت في معركة كانت فيها استقطاب كبير كلنا عايشينها أو عشناها في الفترة اللي فاتت. أنا الحقيقة ولازلت أسكن في عين شمس يعني. تمام، أستاذة سحر عثمان مرشح الوفد عن دائرة مدينة نصر. الاسم سحر عثمان والشهرة سحر عثمان، أنا آخر وظيفة ليا مستشار بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وليا الشرف أنا أكون من ضمن العاملين في مصر، ليا مواقع عربية ومواقع دولية، عضو لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، عضو لجنة المرأة بالاتحاد العربي لعمال البلديات، عضو لجنة المرأة في الاتحاد الدولي للعمال العرب، ليا مواقع كتيرة كلها كانت بالانتخاب، كنت عضو في مجلس إدارة نادي الزهور، بشتغل في مدينة نصر من زمان ومحل إقامتي في مدينة نصر من سنة 70، عارفة مشاكل منطقتي المعلومة الكافية، وفي تواصل بيني وبين، وعندي طبعا جمعية رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات ومشاركة في جمعيات كتيرة، وتدربت في جميع دول العالم، من الاتحاد من الصين للولايات المتحدة الأمريكية، دول في أوروبا كتير، دول في البلاد العربية كتير، خدت دورات تدريبية كتيرة في التواصل مع الجماهير والتنمية بصفة عامة، يعني حصل على برامج تدريبية كتير قوي، ومنها التي أو تي اللي هو إعداد مدرب.